لقد قررت رئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات التي أطلق خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية ترحيبا شعبيا واسعا من المواطنين. المزيد في التقرير التالي. كعادته في الانحياز لكل ما يحقق الخير لمصر وشعبها، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي جملة من القرارات لتحسين الأحوال المعيشية لعدة قطاعات مجتمعية كبيرة، خاصة بعد تجاوز البلاد للمرحلة الصعبة من برنامج الإصلاح الاقتصادي. قرارات الرئيس تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة، الأمر الذي أثلج قلوب المواطنين. والله أنا شايف إن ده قرار صائب، لأن معظم الفئات بتعاني شوية من تدني الأجور، فأنا شايف إن ده قرار في مصلحة المواطن. دي مفاجأة كبيرة، لأنه أنا معلوماتي إنه ده بيحتاج لميزانيات ضخمة جدا من وزارة المالية، وإنها تدبر مليارات علشان ترفع الحد الأدنى. وطبعا شيء طيب جدا جدا أن يترفع الحد الأدنى لرقم محترم زي كده. قمة السعادة، قمة السعادة وقمة الذوق من السيد الرئيس. دلوقتي الموظفين كلهم هيتظبطوا، منهم ابني ومنهم أنا كمان في المعاش، هزيد علاوة وهاخد كمان علاوة واحد سبعة، فالدنيا هتبقى حلوة، وده أثار الاقتصاد اللي اتظبط في البلد. ونقول له شكرا يا سعادة الرئيس على قرارتك الجادة الحلوة اللي بتعملها في البلد لصالح البلد. قرار الرئيس بالبدء في رد أموال المعاشات الموجودة طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي للهيئة العامة للتأمينات يمثل توجها شجاعا للغاية في رد الحقوق لأصحابها. يضاف إلى ذلك قراره برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، الأمر الذي رحب به الشارع المصري. والله والرئيس يعني حاسس بناس الغلابة وحاسس بناس فعلا محتاجة، الراجل بيعمل كل ما في وسعه عشان خاطر يحسن مستوى المواطن، فهو طبعا يعني بدأت في تقدم وفي ازدهار، فهو برضو في برضو يعني ايه يعني نسبة وتناسب. الرئيس برضو يعني شايف مثلا البلد بدأت تقوم على رجليها، فبالتالي برضو مش عايز برضو يحرم الناس من حقهم في الحياة الكريمة. زيادة ليها تفرق طبعا، يعني 500 جنيه دي على الأقل يعني بتمثل حوالي 25% من الراتب نفسه، فكده لا كده برضو لحد ما افضل يعني، عشان يقدر يقاوم الاعباء ويقدر يقاوم زياده الغلاء اللي احنا فيه دلوقتي يعني. وبعدين ده مش علينا بس، ده زياده يعني اعباء عالميه او ارتفاع عالمي يعني. زياده الاجور ورفع المعاشات ده شيء كويس، ده بيبقى كويس للمواطن، يعني بيرفع بمستوى معيشه المواطن. وفي نفس الوقت الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل شغل كويس في البلد، بيرفع في الاجور وكل مشاريع كويسه في العاصمه الاداريه وفي قناه السويس وفي كل الاماكن يعني. هو قرار صح طبعا، وكان لازم مستنينه من زمان، وكل شعب مصري كان مستنيه، فهو قرار كويس جدا طبعا. طبعا ده شيء مهم جدا. احنا لو بنتكلم على البند الجديد او الكونسبت الجديد اللي استخدمه سياده الرئيس اللي هو حياه كريمه، فاحنا من المفروض علشان نعمل موازنه ما بين كلمه او المفهوم بتاع حياه كريمه لازم على اقل حاجه ان احنا كنا نرفع الاجور والمرتبات. فلما يتقال النهارده ان انا بقول لكم حياه كريمه مش مسمى وخلاص، لا ده كلمه او هدف، واحنا هنحققه كمان من خلال ان بدل 1200 كحد ادنى للاجور ده احنا هنخليه 2000 جنيه حد ادنى للاجور، ولما نزود عليها كمان 7% علاوات، ولما نقول في 150 جنيه حاجه اساسيه على المرتب، يبقى احنا بنقول احنا بناخدكم لطريق فعلا بدايه حياه كريمه. التوجيهات الرئاسيه الاخيره تؤكد على أن فائدة المواطن العادي والمصلحة العليا للوطن هي الأولوية الأهم لدى الرئيس، رغم شواغل وأعباء قيادة دولة بأهمية مصر في ظل ما تموج به المنطقة من صراعات ومتغيرات.